بسبب مظاهرات لبنان، رامي عياش ونيكول سابا يهاجمان نجيب ساويرس، والملياردير المصري يرد. تعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لانتقادات بسبب نكتة حول الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تغريدة تضمنت نكتة حول الحضور النسائي في مظاهرات لبنان وربطها بحرب اليمن، ليتعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من متابعيه. وكتب ساويرس مازحاً نكتة اليوم: قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان، أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن. وأثارت مسحة رجل الأعمال المصري غضب واستفزاز المطرب اللبناني رامي عياش، ما دعاه للرد عليه. ورد عياش على نجيب ساويرس قائلا: صديقنا السيد نجيب ساويرس، هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها، مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف، دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير، وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة، نتمنى منك إزالة التغريدة. وانضمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا إلى المطرب اللبناني رامي عياش في الهجوم على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بعدما نشر عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر نكتة كوميدية على المظاهرات اللبنانية الجارية. وهاجمت نيكول سابا ساويرس عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر قائلة: والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكت عليها، والغريب انه حضرتك حتى تتبنى هاي النكتة، يعني مستخف باحساس شعبه يلي ما بنعتقد هلا وقت انه تنكت معه، نكتك بايخة عيب. ورد رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس على كلام نيكول سابا عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلا: احنا المصريين بننكت على نفسنا طول الوقت، ودي شهرتنا، احنا اخف دم شعب على الاطلاق، وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا، وبنحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا ماليش في دول. والضحك مش معناه ان انا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا، وحضرتك ما تاخديش بنط على حسابي. وشن عدد من المغردين هجوما على ساويرس مشيرين الى ان النكتة لم تكن في محلها، كما انتقده البعض بسبب هذه النكتة متهمين إياه بتبني فكر المجتمع الذكوري. وكانت انطلقت مظاهرات احتجاجية في وسط بيروت وانتقلت لتعم كافة المناطق اللبنانية، نتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة عقب موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون يفرض رسوما على تطبيقات الإنترنت التي تتميز بخاصية الاتصال المجانية مثل واتساب وفيسبوك.